السلام عليكم، معكم جاسم بهمن. أنا اليوم الأربعاء أطيب أرض، أكرم أرض، طبعا أكبر ديرة وأحسن ديرة هي السعودية. أنا بالحسن، عندي إخواني يا عندهم مزاير، عندهم مريض إن شاء الله، وإن شاء الله بدعواتهم توصل حق كل كويتي كويتية. ودائما أقول لكم من أطعم الكويت، أنا مثل كل كويتي كويتية في كل علاج الناس والقراية إن شاء الله. فأخوكم جاسم بهمن، وإن شاء الله راجع الجمعة، وأهل حسن ترى أهل كرم، كرم يا جماعة، وكل شيء فيها خير، ومشكورين. السلام عليكم.